مرحبا ملاح، اليوم جيتكم بوصفة جديدة هي كذلك عن الشوفلير. رانا في الموسم تاع الشوفلير، نستغلو وصفة تاعه. درتلكم الوصفة تاع الوصفة تاعه، واليوم غادي نزيدكم وصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. نبداو على بركة الله. نجيبو الشوفلير تاعنا كيما هكا، راسا شوفلير، نحاولو نقعو على هاد هاد الأوراق تاعه هكذا، خصنا هاد الدروع نقراو معاه. نحولها تاني كعبي هادو، نغسلوه مليح مليح. هنايا تنجمو ديرو هادي لاباس، تحكمو ديال لاباس وتبدو ترابو فيه، شغل كامل ترابو. راه ساهل يساهل بالحرف شغل يترابا بهادي، ولا انا فضلت نجيب روبو. الروبو هذا نستعمل هذا الروبو. اذا ما عندكمش تنجمو ديرو غطاء عادي او طحانه ديك تاع اليدويه. نجيبو هذاك الشوفلير تاعنا، نحو له هذه ونديروهم هكذا هكذا ونطحنوه. بعد ما طحنا نشوف لوغ تاعنا، شوفوا كي رجعنا داير رجع ابيض. نحطوه في بول كبير هكذا، نحطوه في بول كبير بول كبير. نديرو معاه زوج حبيبات تاع بيض هكذا. هاي البيضه الاولى، البيضة الثانية، شوية معدنوس مقطع وزيتون مقطع سالك، بالنسبة للريسيبيز عندنا فلفل عكري حار، عندنا فلفل اسود، عندنا راس الحانوت، هذا ليزيبيس خاص بالليغراتا، وعندنا الكمون. ملعقة كبيرة من لافارين، ملعقة كبيرة فارينة، طحين أبيض، ونصف ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية. نديرو نصف ملعقة هكذا،
ملعقة الأولى زيت، ملعقة ثانية، ملعقة ثالثة تاع زيت، ونخلطوا المكونات تاعنا. ما ننساوش الملح، ما ننساوش الملح. هكذا ونخلطوا المكونات كامل مع بعضها. الله يجي بنين، هذا الطريقه تجي بنينه تاع الشوفلير، ونستغل وقته ونحضروا به ألد الوصفات. هذا يجي عباره عن بيتزا هو بالشوفلير. هكذا وبهذه الطريقه تاكلوه ويجيكم بنين، اللي ما يحبهاش واللي يحبه واللي ياكله. هكذا على الفرن، ندخلوه على الفرن، ندير لها شويه تاع زيت كما هكا. نمسحوا هذيك السنيوه بالسنيوه هكا بالزيت هذا. نحطو هذاك الخليط تاعنا، حاولوا هكذا نسوي داك الخط السطح الفوقاني هكذا. رجعوا كامل على هكذا. نحمو الفرن تاعنا درجة الحرارة دائما 180، ندخلوه للفرن تاعنا، نخلوه يطيب من تحت كي يحمر، نزيد نحمره من الفوق، نرجع لكم قبل ما يطيب واحد 10 دقائق نرجع لكم. بعد ما الشوفلوغ تاعنا بدا يحمر من الفوق خليته نحمر شويه، بعد ما طاب نحيته من الكوشه. جبت هنايا لاصوص طوماط، تكون وجده شويه لاصوص طوماط، لاصوص طوماط حكمي حبه طوماطيش، ربيها ديري لها شويه ملح شويه فلفل كحل وديها شويه زيت وخليها تتقلى، وعلبه تاع طون هذا الديكوراسيون تاعها من الفوق. نجيبوا هذيك العلبه تاع طون نحلوها هذاك الزيت تاع الطون، نديروه مع لاصوص طوماط، نخلطوه في لاصوص طوماط باش تجي لاصوص طوماط الكو تاعها تاع الطون. انا هذاك الزيت تاع الطون هذا الفوقاني درته على هذيك لاصوص طوماط باش لاصوص طوماط تاعها بنة روعه. نديرو لاصوص طوماط تاعنا فوق الشوفلير تاعنا كيما هكا، نحاولوا نفرشوها كامل كيما هكا. والله يجي روعة هذا الطبق، يجي عبارة عن بيتزا بالشوفلاغ، تجي بنينة بزاف هكذا. بعد ما طلينا لاصوص طوماط تاعنا كاع في الفوق هكا، هذيك لاصوص طوماط
نفتو هذاك الطون فوق هكذا، نديرو الطون هكا من الفوق، فوق عليه فرماج رقي، نحطو عليه فرماج كيما هكا، هنايا ندخلو للفرن يحمر غير من الفوق ونطفو عليه. حبيباتي هاولا الطبق تاعنا بيتزا، قلت لكم بالشوفلاغ تجي بنينه راهي لذيذه. غادي نسي نقلع لكم مخصو تشوفوه كيفاش جد دايره، نقلع مخصو ونشوفوه كيما هكذا. حبيباتي هايله بعد ما قطعت منها في السني مخصو تشوفوه، شوفوا ما شاء الله تجي بنينه تجي هايله، تحسبوك تاكل في البيتزا، الذوق تاعها هايل ما فيهاش كاع بنات الشوفلوغ. نتمنى حبيباتي هذه الوصفه الجديده تعجبكم، اذا عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام مع فيديو اخر ان شاء الله.